اليوم رانا في الجورجي نتاع السباقات، الاولاد راه تشوف كيف راهي المنافسه قويه ما بين الولايات. عندنا المشاركين اللي راهي لحد الان 1738 عده بالليزيكول تاع مدينه برج براريج. فيما يخص الولايات راهي كاينه 168 فريق و38 ولايه اللي راهم مشاركين هنا. من خلال هذا السباق اثبتت ولايه برج بوعريريج بانها ولايه عالميه في اطار تنظيم المنافسات الدوليه، خاصه في رياضه العاب القوى، باعتبار ان رياضه العاب القوى هي رياضه رائده في ولايه برج بوعريريج.